السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير ونور يا مرحبا. طبعا حاليا وين نحن؟ في جبل القار والشباب. ما أدري. هي كلها واي فاي. هلا والله باش مهندس يا أخي، كم أنت عظيم يا أخي. نشل معاهم تذاكر لدخول الجبل. السلام عليكم، الله يحفظك يا خالد، مرحبا. ما أدري ندخل من هنا، هذا طريقنا؟ ان شاء الله نطلع الدرع. يلا بسم الله نشوف اللي يبقى. قالوا بارد والله، في مهب ما شاء الله. اه وشاح تصير يقول امي ايش السنه؟ في القاعه هاي ممر المعلومات. ايوه هذا يتكلم عن مكتشفين الجبل. هذا عن بركاته معاكم المرشد المؤقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول شيء، في هذه اللغة السامية هذه الأحرف لعبتي. بس يلا أنا بعطيك خير الكلام ما قل ودل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفنا حضوركم يا إخواني في هذا المتحف المتواضع عن منطقة الإحساء بالتحديد في جبل قارة. وليس طارق. وليس جبل طارق. أوكي. طبعا أول ما دخلت القاعة لاحظنا هذه الخطوط عن الحضارات والأمم السابقة، في منها الخط العربي في إن شاء الله. ليش أخبارك أنت عامل؟ على مصر. ايوه غرتنا ما شاء الله. طبعا حاليا نحن في احد الامم او الحضارات القديمه، في اعتقادي ان هاي من حضاره بابل. شوفوا هذا مال بابل. هذا مال اي والله ان شاء الله. الملك الحقيقي الملك الشرعي المهم بالضبط ملك ايش وليد. المهم هذا مال بابل من لحيته. هذا ود عم، هذا ود عمه بس انه مقلوب اللون. سالم بن حمد ود هذا بالليل وهذا بالنهار. هذا هي هذا يوم اوكي. طبعا اللي تشوفون مجسمات من الحضارات والامم القديمه، هنا نحاسيات. طبعا هاي البلادات القديمه، شوفوا طريقه الفن الجميل والهذا. هذا جلافز مال بايكريه. هذه العملات طبعا من الوهله الاولى تتوقع انها هذه عمله. هذه مش عمله، حلاوه. هذه سبائك ذهب كانت تجلب من الامم السابقه كهدايا. والله والله صدق. والله لا تقرا. ورجك هذا المهم هدايا بين الملوك والامراء والامم. هذه هني طبعا عندنا ان شاء الله الامم القديمه نسال الله السلامه والعافيه كانت يعبدون الاصنام. فيه عبادة الاصنام والاوثان. كان نوعا من التقرب لعندهم ومعتقدهم انه يتقربون للاله بالحيوانات والنباتات والشمس. الشمس طبعا حق جماعه الفراعنه، والاسود والضباع حق اهل بابل والشام، يعني دول الشام هاي الحضارات القديمه. تفضل. والله نتواصل مع المتحف ربع ساعه. اي والله يا اخي ليش ما يعطوني بهارات؟ طلعنا من متحف ولد عقيده. طبعا مثل ما تشوفون اعزائي السياح والحين في الجبل. طبعا حاليا انتم في جبل قارة. الجبل هذا اللي يسال عن تكوينه ترابي. الجبل هذا تكون من العوامل الجيريه الطبيعيه. والله معلومه صحيحه. لا اساسا ما كان في اخاديد اللي هي الممرات الداخليه. نعم اساسا جبل متكامل لكن مع عوامل اللي درستوها اعتقد التعريه والتجويه والتيارات الهوائيه المنبثقه من جنوب الجزر وشمال شبه الجزيره العربيه صارت عندنا مثل الاخاديد. الحين انتم بتدخلون شويه تلعبكم الشمس من قوه الحراره، ولكن من تتخطون النبت هاي الورديه داخل الاخاديد بتلاحظ والله صدق بتلاحظون هو بارد. واتحداكم ما شاء الله ما شاء الله عليك. والله انك كفو. لا اعطوه العلامه الكامله. يستاهل يستاهل. والله يستاهل. انا لازم كان اربع سنوات ونص
ضربت سهم طلع من ابو ظبي ضرب في عمان. لا تعلم لنا ابوك انا كان نشوف ولد عقيده وتجربته. يلا وكل اللي مرت بحياتك يا حظكم يلا اخي ونيس. وهذا الزين شفت لما تاخذ معك في السفر ونيس يا سلام. لا لا هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نحن صحبه السنين والله نجيكم عوائل الامارات. ترى على فكره هو ممثل بالله يعني ممثل قدير بس والله ما بس طلع طلع ترك التمثيل ايام حاير طاير. ترى هذه ابوي دق حق الطيران المدني ما بشي يطير هو. ايوه احتمال في قصف يعني. يلا ابوي مدعمني بسرعه. يلا متحمس خبرهم الطيران سبحان الله طياره فيها اوادم فيها ناس ولا شيء تصب عين الطيار سهم. المهم كباتن نبي تشوفونه. هذا احد الفعاليات الموجوده هنا في الجبل عرفته ماي صاعد الاهداف سوالف بالون والله نسيت الطياره وسهم راح على لا 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 السهم الثاني. يلا صبعك ما عليك يا اخوي رتب الامور هذه بسم الله توكلنا على الله. يلا بسم الله نشوف ولد عقيده والبالونه الدينو. ايوه يا سلام لا 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 شل هالهواء مالك مالك طارق شل هالهواء خلصت يا حبيبي اثنين اثنين صح والله بس تنازلا مني هذا هي ولا اصلا انا كنت بعق الابل. ايوه ما لاحظت الابل شو سوى؟ ما لاحظ سوى شيء ودي مع بقول مجرم هذا الله يسامحنا ويهدينا ان شاء الله. ياه من اولها من اولها. ايوه يا سلام ما شاء الله يا الله لحياي. شوف سعيد راحت البالونه. لا لا والله غلبكم محمد. اصبر 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 والله غلبكم محمد. انت واقف مع هامه في الرمايه يا هامه والله ايه على ايه فلوسك. لا اصبر 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 الا نجرب اصبعك شيل اصبعك لانها بدي احط اصبعك في السهم. يا طارق دوري انا اسمعك ما بيحرجكم والله. المهم المركز الاول اللي الحين هالامارات. يلا يلا حداني حداني يلا السعوديه اربع كلها انا اب كادا خلاص عطني خذ خذ عينك تحط لي. يلا يا عمان لا 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 يا عمان تعال خلصت خلنا السعوديه. ايوه بعد عمان ما قرب. لا لا خلي السعوديه خلي خلي السعوديه انتم ما انهزمتوا. لا بعد ما انهزم الامارات والان عمان. طارق ابوي معه طارق يلا احنا الحين المركز الاول درجه 8 ترى خلاص يوم بيخلصون بنرنهم بيدخل الزعيم. اوكي يلا طبعا هذا في تحدي الاسهم ما بيننا. ايوه انا خلوني من عند البواب هذا. ايوه تحت كابتن يلا. الله ربي الله ربي راح البالون راح البالون بسم الله. الرؤوس ها؟ شو انها ما راح تسوي؟ ساحة ساحبة سياحتي سويتها ساحبة جلال سعيد لا لا اسحب باليمين عادل يعني عادل. يلا المتحدي لا لا الله يسلم بس الجمهور طبع هنا الله يسلم الجمهور بس ايوه بس حمالك لا معلش. يلا عاش عاش طارق ما يمشي منك. ايوه من هنا عاش عاش سلام عاش راح لا في واحد اثنين والله رقم واحد هو قوم قوم ها قوم تعال انا بس طبعا صعب كانت بطوله صعبه. الحمد لله المنتخب الاماراتي في اخر الانفاس حاول لا صبر بعد صبر بعد بعد هالعمان بعد بعد ما علي ما علي فوز مؤجل فوز مؤجل. يلا والله علي شكلها في اليبل في اليبل كفو كفو ما عليك والله خوفني الصراحه خوفني انا وياك من هوا سوا. ايوه والله لا عمان ولا الامارات ولا السعوديه وانت تحكي لنا يعني. هي برمي خلص انت بعدين خلص خلص عادي عادي ما خف خلص لا قوي والله. ايوه امسك لا اكثر واحد سبعه تعال تعال محمد منو؟ امسك الكاميرا صمت يعني صمت اليوم امسك الكاميرا يا بعدي يا بعدي يا بعدي دخل الكبير يا رجاله الكبير وصل يا رجاله ايوه اديني الله يستر انتبه لا تكبس
زين طبعا كباتن مثل ما شفتوا لينا الحين المنتخب الاماراتي متفوق ومن بعد المنتخب العماني اخواننا من السعوديه يعني بيوصلون في امل انهم يتاهلون ولكن منتابع 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 الحين عندنا ممثل الدوله ويمعه الكعبي وان شاء الله تكون النتيجه مبهره ان شاء الله يلا طبعا كابتن شو رايك في هذه البطوله الدوليه العالميه في رمي الاسهم ما شاء الله ما شاء الله على البطوله هذه العالميه حققنا انجازات كبيره نعم انت ممثل للمنتخب العماني كذا نعم. عندنا اخواننا من ممثلين المنتخب السعودي نعم. اعتقد ان ادائكم كان متذبذب في الفتره الاخيره هل هو نقص في التدريب او التدريب ننتقل مباشره الو ننتقل مباشره مع على الهواء الى هذا دعواتكم دعواتك من المنتخب الاماراتي قبل ترجع علينا بس الله يسلم بس بصير حرض حرض الحين حرض يا جابها يا ما شاء الله الحين بجيبها بس انت متقدم تراك متقدم حاليا المنتخب الاماراتي يحاول انه يفوز وش معليك منه في غش في غش راشينا في حاجه لا شوف وضح وضح. طبعا وضح. الو وضح وضح وضح, وضح. وصلنا اتصال من اللجنه المنظمه للبطوله نعم في 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 ضربات ترجيحيه في ضرب في خلل في ضربات ترجيحيه في خلل في خلل شفت لا يسعنا الا ان نشكر جميع الفرق المشاركه في لا ما يهتك يا كابتن برايم نشوفهم التيارات زين بسم الله خليكم مع بعض يسوي حركة أيوة من هني راح نبدأ شو بسم الله خلنا الممر الجميل هذا أيوة وبتحسون بالتيارات اللي هو الجميلة والله نعم نظامها من نظام البراجيل عندنا في البلاد أيوة نظام البرجيل بسم الله طبعا مثل ما تشوفون في سياح أهم شيء زولي الوردية حبيب في اي بي أيوة البارحة مغلوبين بعد يلا بسم الله حظكم الوصلاوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني يا مرحبا طول عمرك طول عمرك الا طول عمرك وين الرياضيين بتتروم شيء مويه حد عنده باخذ كرسي بس رد على الكرسي تفضل طال عمرك يلا بسم الله يجزيك الخير طول بعمرك الله يحفظك تحت طول عمرك الله يقويكم سامحوني يمكن معلومات مغلوطه ولكن من باب التسويق اخواني الحين بندخل في هذا الممر بفضل الله بتلاحظون سبحان الله سبحان الله سبحان الله في تيار هوائي جميل شفتوا الحين ضربت الشمس ونحن جايين بيفرق عليكم الجو هذا والله اعلم تفضل يلا كلها جبال جيريه يقولون اهل العلم اللي سبقونا ان هاي جبال جيريه جتها عوامل تجويه على تعريه على هبوب على هواء فضبطت الامور الله يبعدنا من الهواء امين يا ربي محل الهواء لا والله محل الهواء شوفوا كيف شوفوا تبارك الرحمن طبعا رفعوا هل حطوا الاضاءه الليليه ورفعوا هلا باهل عمان هلا باهل الامارات عليك ربي طال عمرك هلا باهل السعوديه طبعا مثل ما تلاحظون اخواني في كاميرا قديمه من قدم التاريخ خذوا وخلوا انتم طبعا تجاويف هاي داخل داخل الصخور ما شاء الله على فكره اللي بعد صلاه المغرب المكان هذا جدا جميل على اضاءته صح وايد حلو الكاميرا ظالمه ارفعوا الاضاءه الداخليه في الكاميرات الكاميرا ظالمه الحقيقه لازم ترفع شوي ما شاء الله هاي الاخوان الشباب ما شاء الله من فريق كلاسيك نخبة كلاسيك ما شاء الله تبارك الله يا عيني والله ستايلك خطير انت تيم ايه لاعب لعبته متمرد اشوف احمد وايد خويك وين ما شفت لا والله في مرشد سياحي داخل زين بعد انا موجود موجود يا شيخ على فكره ظالمني والله اسف جدا احد الممرات هيا والاخاديد الداخليه هاي مجموعه من الزوار شيبان جايين ساعه صدر
وروقان. هذا الكيف ما هم المسموح بزيارته في صعود الى الاعلى وبعدين في انخفاض الى الاسفل خطر جدا إيه لان في انحدار بعدين لتحت فلما تدخل لوحدك تسبب لك يعني خطوره عليك. الله يوفقك ان شاء الله الساعة المباركة. طول عمرك. انتم موجودين في جبل قارة اللي يعتبر من اشهر المواقع السياحية في المملكة وفي الخليج. زايدين شرف شوفكم الله يسلمك. يعتبر من اشهر المواقع في المملكة وفي الخليج. ويمعة ويمعة. الله يخليك عمي. قلت حاشي قال كذا. كله ها ما شاء الله طالع ها متورطين. السلام عليكم ورحمة الله. احنا موجودين في جبل قارة اللي يعتبر من أشهر المواقع السياحية في المملكة في الخليج العربي. يقع على مساحة كيلوين ونص ارتفاعه من 70 إلى 80 متر أكثر من 12 كف. هنا يتميز أنه بارد أيام الصيف ودافي أيام الشتاء. درجة البرودة من 20 إلى 24 وكانوا الحضارات القديمة اللي تجي الحسا كانوا يجوا في هذا المكان. كنا حنا هذه القرى نجي في أيام الصيف وأيام شهر رمضان كنا نجي وننام هنا. أيام الصيف كنا نجي مع أهالينا ونطبخ ونكشت وكل حاجة في هذا المكان. فرصة سعيدة يا إخواني. تنشدون البرودة يا. عندي سؤال. الجبل أو طبيعة الجبل هي نفسها هاي أول ما سبحان الله عرفها الإنسان. هذا الجبل الأول نفس الطبيعة كانت؟ نعم هذا الجبل كان مطمور تحت البحر سابقا قبل آلاف السنين كان تحت الخليج العربي. والآن يا سبحان الله يبعد عن الجبل تقريبا أكثر من 60 إلى 70 كيلو في ميناء العقيق. نوعية الصخور صخور رسوبية طينية تتأثر بالمياه وبالأمطار وإذا طاح مطر تمتصه فأثناء الحرارة تفرز وتطلع هالبراد الجميل اللي أمامكم. أنا كان ودي والله ودي إني أجلس معكم أكثر بس مرتبط مع المجلس. شكرا الله. أتفضل سؤالك أخوي. لا لا ما في شيء. لا ما بقطعك والله. لا والله ما في شيء. أنت كنت بتسألني وقبل. لا لا طول بعمرك. يلا أخواني مع السلامة. الله يسلمك طول بعمرك. ما شاء الله. تعالوا يا شباب. يلا بسم الله من هنا. هذا أحد الكهوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التاماتي داخل مقر الجن انتوي سبحان الله تتكرهم والله ما تروح سبحان الله عمي باطل أرض أبوي ما عليك إن شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام. بس تو تكلم بسيط. ها كتم اقول كتم. في منطقة أشلان. السلام عليكم. أظني أنا وأحمد من تورط. لا بتتورطون. روح روح ورا في جبل خال اليوم. يا أنا يا الجبل. أوكي. سامحنا الجبل. اسمحنا الجبل. اسمحنا الجبل. أشفق. سيد. أشفق بس أشفق. أيوة. أيوة. ما بيكم حيلة. الله عبارات فدراتك سبحان الله. أيوة. ان شاء الله سبحان الله. وين الشباب راح الصوب الثاني ترى؟ رايهم على يا شباب يلا راح اروح بنتعطل. شوف هنا الكتابات وذيك هذه. لا هذيك كتابات ما في. في والله ايه في كتابات. شوف هذه كتابات تقريبا بس عطها لنا زوم. ايه والله في 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 كتابات في رسومات بس تبغى اضاءه. لا لا ترسبات 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 هاي
زين والله بجنيك حلو عطانا بسم الله. منطقة حلوة صراحة. أمكي هنا. أه؟ أمكي خلاص. خلاص بس. هذا طبعاً الأماكن اللي دخلتوها أنتوا الحين ما مرصوفة. أيوة. مش معبدة دخلت كتش. كتش. أوفرود. أحلى أوفرود. أحلى أوفرود. شوفوا تواير الميتاس ولا. المشينال. المشينال رقم واحد. سعيد مركب بيرلي. إيه. أيوة. بعد تنبنكم عنصريين انت اصحاب الافراد. حتى تراني في جني. برايا قرا عليك. هنا 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 شوف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جني خل. اوه. هذا هو. شبيك لبيك خميس بن هلال بين يديك الغالي. يا الله هذه غرفة. يا سلام لو عدنا في البلاد. غرفة. لو عدنا في البلاد يا ابوي معه. بس مو شغله شوف. ابو جمعة انت ها؟ هلا لا ايوه بسم الله. اسلم 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 ايوه راسك بمساعدة الإضاءة الخفية. يا سلام يلا خليك ادفنشر يا احمد. ايوه يا سعيد هلا والله. شوف في ممر من هنا وفي ممر من هنا. يا اخي اصحاب الكلاس كيف دخلتوا؟ طب نقدر نطلع الحين ولا ما نقدر؟ أصحاب نطلع من فوق. تقدر عادي. هذا دواء. ما شاء الله. يا ريال ارسال ماشي. ها؟ ارسال ماشي. حرفيا عبارة مصرية. زمان غير الارسال الحين. اي والله. هذا الحمام وهذا مال الخفافيش بس الخفافيش. من فوق هذا من فوق. تعرف هذا يذكرني المنظر شو؟ شو؟ إذا لحقت عليه فيلم عن الرجال راح الأودية في أمريكا فيلم مو يعني قصة حقيقية. ويمشي تي ونشب في واحدة من هالشقوق وهو نشب تخيل نشبة نشبت إيده طاحت حصار. وهنا طبعاً. يعني في الشقة الحين هضيج طاحت إيده وفوق إيده يتحصار. إيه شفت الفيلم أنا. 172 ساعة. محتجز كيف طلع؟ تخيل كيف طلع بس انت تخيل على حسب المخرج. حلو لا قصة حقيقية ماشي حبيبي. لا لا حقيقية. 60 سويسرية؟ لا قصيدة. تك 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 ثلاث ايام تك 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 طيب ما نزف ومات ثلاث ايام. طيب ايش سوى بالدم؟ مش موضوع نزف موضوع ان سبحان الله من ضيت عليه هذه خلاص هاي ماتت. حلو فتخدر الدم. يعني شو سوى سبحان الله هاي دفاع يعني دفاع في جسم الإنسان الدم اللي مندفع من الجسم خلاص يقول له هاي البقعة بتنقص اوريدي ماتت فشو يسوون يتخثر الدم يتخثر يسوي لك طبقة يابسة ما يطلع الزيادة يعني مثل شو تسوي مثل الحصار فيوم قصها بين العظم بس ما رش الدم لأنه واقف الدم خلاص المخ بين له بوي ما شى دم دخل في جلطة 3 شهور من بعد ما قصوا روح وطاح وشلوا 3 شهور جلطة لكن انا انقذها سبحان الله بعد الله سبحانه وتعالى. شو الفيلم هذا؟ فيلم اسمه 172 بس هي رقم بس هي قصه حقيقيه قصه حقيقيه والسكين السويسريه هاي اللي فيها الفتاحه واللي فيها ايه لو ما سويت كذا كان مات. ايه وشوف سبحان الله شال هاي ما تتظهر ورياضي محترف رياضي محترف والوادي حافظنه صم لكن الله طرش له هاي الحصان اللي نشبت في النص بس و 100 20